مفاجآت عبد الرحمن مجدي في الإسماعيلي. طيب هي مفاجأة أكبر في الإسماعيلي كمان. في مفاجآت أكبر. أه طبعًا. أه. أي لاعب في الإسماعيلي دلوقتي ممكن يمشي من الإسماعيلي فري، ما حدش يقدر يقول له طرح فيه. من القائمة الأولى. واحدة واحدة. دايمًا بتديني الواحدة كده وتطيرها لي. أي لاعب في الإسماعيلي ممكن دلوقتي يمشي فري؟ من غير ما يقول له السلام عليكم. ليه؟ لأن الإسماعيلي ما دفعش فلوس القيد حتى الآن، فكل القائمة الأولى لم توثق وأصبحت فري، فأي لعيب يقول لهم دلوقتي أنا ماشي أو يتعاقد مع أي نادي ما يقدرش يقول له تلت التلاتة كام. لأن الإسماعيلي موقوف من القيد. أه يعني الأهلي بكرة صباح الخير يا باهر يا محمدي عايز آخدك معايا ياخده ببلاش. ببلاش. الزمالك عايز عبد الرحمن مجدي ياخده ببلاش. اتفضل. أقول مثلا يعني. مثلا. دي مفاجأة دي كارثية يعني بالنسبة للإسماعيلي. عشان كده هم بدأوا يفكروا. طبعا ما حدش اتحرك في الفيلم بالملف ده. مش عايزين مشكله مع الاسماعيلي. طب ايه الحل؟ هنبيع عبد الرحمن مجدي. طب مين يتقدم ياخد عبد الرحمن مجدي؟ لغايه دلوقتي ما فيش غير عرض النادي المصري. طب الزمالك قدم؟ لا الزمالك ما قدمش. هو عايز ياخد الفلوس اللي بيع بيها عبد الرحمن مجدي. طبعا في حاله غليان في الاسماعيلي من القصه دي، ومن بكره هتتفرج على السوشيال ميديا بتتكلم في الموضوع ده بشكل عنيف جدا في الاسماعيليه. اه يعني دلوقتي الاسماعيلي عشان يحل مشاكله الماليه اكثر من ملف. اولا لسعد الجزيري 400,000 دولار، وبيحاولوا يوفروا 300,000 دولار عشان يفكوا القيد. ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس اللي مشيت وليها شيكات وما خدتش مستحقاتها حتى الان وممكن تقدم شكاوى ضد النادي الاسماعيلي. رقم ثلاثة، مقدمات العقود للعيبه اللي جت. انت جايب مجموعه من اللعيبه زي صالح جمعه، زي باسم مرسي، زي حمد النقاز، زي مين تاني والله، محمد حسن، احمد محسن. انت جايب مجموعه يعني كلهم نجوم صف اول. بالتالي كل دول ما خدوش، لازم يتوفر لهم مقدماتهم. هيضطر يبيع عبد الرحمن مجدي. العرض الوحيد اللي ممكن يكون فيه مبلغ مناسب هو عرض النادي المصري. هل سينتقل؟ في الاغلب هيحصل قبل غلق باب الانتقالات.